بطولات والكلام اللي سامعه ده، هتلاقيه الناس في نادي الزمالك والجهاز الفني معاه مدحت ومعاه امير بيعمل عزمي استشفاء وريكفري كويس، بيعمل ريكفري 120 ساعه في كل يعني يوم، يعني يجهز الفرقه بعد الماتش بعديها بيومين ثلاثه، كل يوم بيعمل اطالات وريكفري وتدليك بس وإطالات دي مش مهمته خالص، ده هو الراجل فني اصلا. لا انا عايز اقول ان هو من المدربين يعني. لا ما هو انا عايز اقول لك ان هو من المدربين المميزين في الحته دي. انت ما تقدرش تعمل الكلام ده في الحته يعني، انت ما عندكش فكره عن هو كابتن محمد يقصد حاجه ثانيه. انا فاهم، انا اللي انا بقوله هو رايح في اتجاه ان هو بيوصل للناس ان ده اهم من الفنيات. لا طبعا الكلام ده مش صح، لا طبعا مش دي المهمه على فكره الأولى. هو ممكن النهارده يعمل حاجه ثانيه، بيقول لك ان دي موضوع الاجهاد والريكفري دي مش مشكله كارتيرون، بس هو بيعمل حاجه غريبه كارتيرون. هقول لك حاجه، لا هو 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 بيجيد عمل الاستشفاء والريكفري، وعنده عنده خبرات يعني لو لعب ماتش وبعديه بثلاث اربع ايام. انا عايز اقوله ايه، برافو عليك، برافو عليك، عشان كده انا بقول انه مش محتاج يعمل روتيشن، خصوصا ان جاي له لعيبه. يعني تعالى كلمني مثلا الونش، الونش ما كانش بيلعب منتخب كتير، يعني ما لعبش السبع ماتشات بتوع ولا زيزو. عندك احمد زيد زيزو كان قاعد فترات قليله، عندك بن شرقي، لا بن شرقي ما لعبش مع المغرب خالص، المغرب خالص. عندك سيف الجزيري ما لعبش مع منتخب تونس، يعني برضه اشتراكاته بس خرجوا بدري، خرجوا بدري وريح، قالهم كتير مريح. وعندك امام عاشور ما لعبش مع منتخب غير الماتش الاخير. فانت بتتكلم على ست عناصر ما عندهمش اجهاد ولا عندهم اي حاجه. طيب ورقم اثنين، رقم اثنين ان انا لما اجي احط اللعيبه في مراكزها، يعني عبد الله جمعه هل اجيب باك ليفت العبه باك رايت؟ مش طبيعي، مش منطقي. انا متفق بشكل كبير، مفيش ديفندر النهارده في الزمالك صريح، يعني انا متفق ماجد هاني اللي هو لعب الماتش اللي فات، الولد الناشئ الصغير النهارده لعب الماتش اللي فات، طب النهارده فين؟ مطلعه بره باين، طلعه بره. انت عارف ان دي ممكن تهز ثقه ولد صغير زي ده، ان انت تيجي تروح ملاعبه ماتش وبعدين تيجي تروح مخرجه بره، الولد ده يتهز صورته، حتى الناس لما تقابله وهيبقى رد فعل الولد عنده ثقه في نفسه، مش هيبقى عنده ثقه. ده انت كده ممكن تهدم لاعب لسه طالع صغير، ممكن يبقى ده نجم في نادي الزمالك بعد كده. اللي انا بتكلم فيه واللي انا متفق مع الكابتن اشرف، لو هو ما عندوش استعداد انه يركز في البطولات، لان المدرب اللي بيروح يمسك اهلي او زمالك ده لازم يلعب على كل البطولات، لو انا مش فاهم كده يبقى عنده يعني سوء فهم. النقطة الثانية ان ممكن زي ما الكابتن اشرف هو عايز يمشي، فيقول لك ايه؟ بيزهق سوء النتائج. فانت انت طبيعي اي اداره لما يحصل سوء نتائج في الفريق بتاعها يقول لك ايه؟ تعالى يا عم عشان نقعد نمشي. فانا من 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 خلالك انا برفع، يعني عايز اقول ايه؟ مش عايز اجيب لوم على لعيبه الزمالك،